هذه قصة جميلة للقاضي علي الطنطاوي لما كان قاضي في دمشق. يا سلام. رحمه الله. يقول كان يتسامر كل ليلة مع أحد أصحابه. يقول ذيك الليلة يقول ما يعني كنت متضايق وكذا وما الله أمرني إني أخرج ما أكمل السهرة مع أصدقائي. يقول ومشيت في أزقة الشام في دمشق. يقول إلا مرأة تبكي وتجهش بالبكاء ومطرودة من البيت ويقول فجيتها قلت يا أختي وش فيك سلامات قالت أنا كذا وكذا وزوجي طردني وظلمني وأكل حقي وأكل مالي قال طيب ما رحتي المحكمة قالت إيش المحكمة يعني ما هي فاهمة مسكينة كيف تتصرف قال بكرة تجين لمحكمة دمشق وكذا وأعطاها يعني الطريقة بحيث أنها تصل إليه في منصبه وكان تقريبا رئيس محكمة دمشق أو قاضي كبير في محكمة دمشق. ما شاء الله. ففي الفعل ذهبت لقاضي المحكمة ذهبت المحكمة وصلت عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو في منصبه في القضاء. طبعا القاضي لابد أن يكون عادل ويسمع من الطرفين بس إنه وصل لها الطريقة إلى أن وصلت إليه استدعى زوجها وسمع من الطرفين ثم بعد ذلك حكم بالحكم العدل وأنصف هذه المرأة. الشيخ علي الطنطاوي القاضي الأديب رحمه الله كان يقول شوفوا يا جماعة الخير في أذكره في على مائدة الإفطار برنامجه الجميل كان يقول القصة يقول شوفوا يا جماعة الخير من الذي أخرجني من سهرتي مع أصدقائي ومن الذي خلاني أمشي في هذا الشارع الضيق وأروح لهذا الشارع الضيق أكيد هذه المرأة دعت الله سبحانه وتعالى حتى جاء رئيس المحكمة عند رجلها أو عند أمام وجهها لكي ينصفها ممن ظلمها فلعلها دعت الله سبحانه وتعالى دعوة صادقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يا سلام.